ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟ لا يجب الحجاب عن المدرس الأعمى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: لا تبكي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابة عنده، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فالمرأة يجوز لها النظر للرجل بشرط أن لا تنظر إليه بشهوة أو تمكن بالنظر وتلبذ به، ولا يلزمها أن تحتجب عنه. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفعمياوان عنكما، فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. بارك الله فيكم.